مع رمضان والناس مثل ما وعدناكم مشاهدينا نكون بالأسواق بالساحات العامة بالمؤسسات بكل مكان، في ناس عم يحتفوا بالشهر الفضيل. اليوم استقبلتنا عائلة من عائلات اللاذقية ببيتها على مائدة الأفطار لنكون معهم بجو عائلي كتير حميمي، وهو هذا الأجواء بشكل عام اللي بيعكسها شهر رمضان الفضيل. راح نكون معكم مع الناس من إحدى بيوت اللاذقية. سيد نزار كامل أسعد أبو علاء، كل عام وأنتم بخير، رمضان كريم. وأنت بألف خير، رمضان علينا وعليك، إن شاء الله بينعاد علينا وعليكم بألف بالخير وبالسلامة. يعني نحن متعودين برمضان دائما على الزيارات، على أنه نكون عند بعضنا بالإفطار، فشكرا لاستضافتكم إلنا نكون اليوم معكم على مائدة الإفطار. بتشرفتوا وأهلا وسهلا فيكم، وإن شاء الله رمضان علينا وعليكم كريم يا رب. إن شاء الله. يعني هي حلاوة الشهر الفضيل، لقاءات العائلة، شو بنحكي عنها وعن الأبعاد الثانية هيك اللي منعيشها نحن بطقوس رمضانية جميلة؟ رمضان كريم، يعني بلم الشمل، بلم الأحبة، بلم الأصدقاء، بلم العالم كلها، والعالم بتؤدي لمحبة لأخلاص لكل مع بعض. يعني كمان كيف انتم يعني اليوم عندكم الافطار، بجوز بايام تانية في برامج اخرى، كيف عم تقضوا الايام مثلا بين بزيارات بين الاهل، ممكن طلعات لبرا؟ بنروح زيارات لعند بعض، عند الاهل والاقارب بنزورهم، بنطلع نحن وياهم زيارات عائليه، المشاوير، بنروح سفرات رمضانيه، بنقعد مع بعض. يعني هاي بالنسبة للحالة الاجتماعية، بقى بالنسبة للحالة هيك الروحانية،
يعني قديك كمان رمضان مناسبة للتقرب من الله تعالى، من قراءة القرآن، من تأدية هاي الفريضة بكل إن شاء الله أبعادها. يعني الحمد لله، يعني ديك رمضان كله خير وبركة، يعني بكل تقرب من الله سبحانه وتعالى. بالمناسبة هذا العيد الشهر الفضيل هو رمضان، إن شاء الله كله خير وبركة وإحسان. يعني رمضان كريم، شكرا لك. ست أسمهان هرمز معلاء، رمضان كريم علينا وعليكم بالخير يا رب. نحكي عن ست البيت، كيف بتكون بشهر رمضان لحتى يعني تدخل الفرحة هيك لقلوب أسرتها، أفراد أسرتها، لحتى يعني نحس أكثر بالشهر الفضيل من خلال عطاء الأم كمان. رمضان كله كرم وعطاء، تجي الأم كمان يعني بتقطر هاي القيم والمعاني. كيف أنت معلاء بتعملي هذا الشيء ببيتك؟ طبعا أنا بدخل عبيتي سرور من خلال والفرح، وهالشهر شهر الفرح والخير والمحبة والكرم والجود. بدخل الفرح والسعادة على أسرتي وعبيتي من خلال أني بعزم أقاربي، بعزم رفقاتهم على فطور، على سحور. طبعا بهالشهر الكريم ما في طلعات فوتات برا، بما أنه هلا وضع البلد شوي هيك مكركب، إن شاء الله يا رب تحل السعادة والفرح على جميع أمة سوريا. يعني هذا بهالشهر تحسي انه في جهد غير طبعا في الايام الثانيه غير التعب، يعني في شيء بهالتعب ما بتحسي فيه، بتحسي عطيتي بس يخلص. مثلا تخلصي وتقعدي، بتخلصي بتفطري الاولاد، بيجوا رفقاتهم بيتسلوا بيسهروا، تحسي ببهجه ما انا طبيعيه. وشهر رمضان شهر كريم، كريم كل شيء، بالسعادة بالسرور بالفرح بالعطاء خير. بتحسي هالشهر شهر بيدخل على كل بيت استثنائي. طبعا قديه بنقدر نستفيد من هالشهر لنزرع كل هاي القيم لنعيشها بقية الأيام، يعني مو بس إنه برمضان نكون عم نتحلى بهذا الشيء. صح في هاي الخصوصية في جهد مضاعف، بس بشكل عام إنه نحن نستثمر هذا الشهر وقيمه. طبعا نحن بنستثمره بالمحبة، بالاحترام، بالأخلاق العالية. بنستثمره بنعلم أولادنا عادات صحية سليمة. وهو بهالشهر طبعا هو كل شهر مفروض نعمل هيك، بس بهالشهر ميزة وحالة استثنائية، له ميزة خاصة. بنعلم أولادنا عادات صحية سليمة بتترسخ فيهم للأبد. نحن اليوم عندك على الفطور يعني، وانت يعني نحن مع بعض اليوم، شو محضرة هيك للعائلة ونشارككم الفطور؟ أهلا وسهلا فيكم وشرفتونا، وما في شيء من قيمتكم. طبعا محضرين الوجبة الرئيسية نحن الفريكة، وفي سلطات شوربات يعني مشكل من أنواعه. ويا ميت أهلا وسهلا. حلوة مائدة رمضان، بتحل البركة بهاي المائدة. طبعا بتحل البركة والخير، بتحسي يعني بتعملي شيء قليل بتشوفيه كتير. كله بركة وخير إن شاء الله. رمضان كريم، شكرا كثير. كريم علينا وعليكم يا رب. أهلا وسهلا وشرفتوا، والبيت بيتكم. يا ميت أهلا وسهلا فيكم. كمان لنشوف لانا، نشوف الصبايا كمان كيف بيعيشوا أجواء شهر الفضيل. شو بتاخدي من الماما من تقاليد هذا الشهر بالنسبة لتحضير المائدة، بالنسبة يعني للأبعاد الاجتماعية لشهر رمضان؟ أول شيء نعاد عليكم وعلينا بالخير والصحة، وعلى قائد الوطن سيد الرئيس بشار الأسد، وعلى جميع الأمة الأمهات. نحن بشهر رمضان شهر الخير، شهر الكرم. يعني بنشوف الأقارب، الجمعة كتير حلوة، لمة على الطاولة كتير كتير يعني حلوة. وهي إلى خصوصيتها، يعني ما بتلاقي هيك متعة، يعني لو أي عزيمة بأيام تانية بتحسيها عادية، بس بشهر رمضان جمعة العائلة إلى غير. أكيد جمعة العائلة غير، اللمة شهر رمضان بتحسي نكهته غير أي عزيمة تانية. كمان أنت يعني هلأ عم تتعلمي من الماما يعني كمان الطبخ،
تحضير المائدة يعني، لذلك كمان بنحس انه برمضان تتعلمي اتقان هذا الشيء. اكيد اكيد ماما طبعا كل شيء بنتعلم منها طبعا يخلي لنا اياها فوق راسنا وديما ودم امهات الوطن العربي كلياته ان شاء الله. كمان بنحكي هيك عن البعد الروحاني والقيمي لشهر رمضان، يعني الى اي حد نحن بنعتبره هو مدرسه للقيم؟ هيدا الشهر بالتحديد بتحسي يعني غير كل يعني شهر رمضان بتحسي الخير البركة كله في، يعني لما بيجي شهر رمضان يعني غير أي يوم أي شهر تاني. شكرا لك. كمان أنتوا عندكم ضيفة اليوم السيدة أحلام رفاعي وأحلام مربية، معلش بنبدل المحلات أحلام ولانا لنحكي. سيدة أحلام رمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة العربية وعلى الشعب السوري وعلى قائدنا. وأنا بعتبر شهر رمضان هو حاضن للقرآن الكريم، لأنه بهالشهر هذا اللي أنزل فيه القرآن الكريم فهو شهر مبارك. هي من الناحية علاقة هذا الشهر بالقرآن الكريم، أما بدنا نأخذ علاقة الشهر بالصائم فنحن بنعرف كل الأعمال التي يقوم بها ابن آدم هو مسؤول عنها، لكن شهر رمضان رب العالمين هو المسؤول، هو الذي يجازي عن شهر رمضان الكريم. ف نحن بنعرف انه دائما بكل يوم في عنا صوم، في عنا افطار اللي نحن اليوم معزومين على هالعائله الكريمه اللي عندها العائله الكريمه، فهو عيد عندهم، عيد بكل معنى الكلمه، لذلك ارتبط بشهر رمضان عيد الفطر، لذلك انه نحن اليوم بدنا نفطر فعيدنا نحن اليوم، وهالعيد هذا مرتبط بشهر رمضان. ومنعرف نحن انه القيم مثل ما قلنا نحن شهر رمضان كثير بنغرس ومن يعني بنزرع بذور كثيره من القيم، من التسامح، من المحبه، من الاخاء. كثير نحن بحاجه بهالوقت هذا اللي عم تمر والازمه اللي عم تمر سوريا، نحن ننشر ثقافه المحبه، ثقافه الاخوه بيناتنا. دائما لازم كل يوم نكون نحن لامين بعضنا مع عيله، نتسامح، نتحاور، لانه هيدي اللي بده يوصل سوريا لورا الامان، هو التحاور، هو المسامحة، الإخاء، المحبة. هالثقافة اللي لازم ننشرها مو بس بيناتنا، كمان بين أطفالنا نحن صغار، وباعتبارنا نحن في بمدارسنا كتير فعلنا هالأمر هذا بشهر رمضان. كان كتير أنا علي عبء كتير كبير أنه جهزنا مثلا ملابس، جهزنا كياس حليب، حفوضات للأطفال، وقمنا بتوزيعهم لهالأسر اللي أجت وافدة من شتبرق، من الجسر كلياتهم. فنحن كنا كتير مدينا يد المعونة إلهم بهالشهر. مو بس كمان نحن لازم هالمبادئ والأخلاق الفضيلة اللي نحن بنتمتع فيها وبتتمتع سوريا فيها وكل مواطن شريف في سوريا، لازم أيضا بعد شهر رمضان نحن نتابع يعني هالسوس اللي مشينا عليها نحن في هالشهر هذا. ونحن بنعرف في هالشهر هذا يعني بنتساوى كلياتنا، بيتساوى الغني والفقير والكبير والصغير كلياتهم، وبتتجلى آيات اللي هي نعم بين أيد الله بالفطر. وإن شاء الله عيد مبارك على سوريا، يا رب دخيلك تزول هالغمة عن هالأمة العربية الكريمة الرائعة المعطاءة سوريا الغالية. يعني حضرتك كمربية، نحن لطالما يعني نحن عم نربي أبنائنا على جملة قيم، يأتي شهر رمضان يعني بيلخص وبيكرس، وهو من نقول القيم المركزة اللي نحن على طول من نحاول نربي أبنائنا موجودة بالشهر الفضيل. كيف بنستفيد وبنستثمر هذا الشهر لنزرع بأولادنا قيم؟ هلا أنا حاولت بشهر رمضان أنه المعونات اللي إجت حاولت أني استثمر بعض الأطفال يجوا لعندي على المدرسة، وقمنا أنا وبعض الأطفال بزيارة الأسر، وهن نوزعوا بإيديهم بعض العينات من الألبسة، من الحليب، من فوط للأطفال، فهن نوزعوا. فهيك شغلة ما بينساها الطفل نهائيا، بضل مكرس حبه لرفيقه، يعني رفيقه بالابن بلده، وكمان انه بحس حاله بهالشهر هذا عم يقدم خير هو لوطنه لبلده، لأيضا اللي يعني ند معه يعني رفيقه بالمدرسة. رمضان كريم، شكرا كثير. علينا وعليكم ان شاء الله وعلى بلدنا وقائدنا. وكمان لنشوف هيا اللي عم بتجهز المائدة. هيا كل عام وانت بخير. إن شاء الله رمضان كريم. رمضان كريم علينا وعليكم، ينعاد عليكم الصحة والخير. يعني بالإضافة لكل شيء، رمضان كمان نقول تمرين يومي لكم لترتيب المائدة. أكيد ترتيب المائدة ومتعلم أكلات طيبة
والله يخلينا الماما فوق راسنا، كل يوم تعلمنا أكلة طيبة وجديدة. تمام. هيك بتصيري أنت مثل ما عم قلك أنه بهالشهر كل يوم عندكم شيء، يعني بتتعلمي شيء بالإضافة لأنه في خصوصية لهالشهر. لكن أهم شيء أنه الجمعة، انه كل ما كانت انه كل ما كان في عالم كتير كل ما كانت احلى القعده. طبعا رمضان بيجمعنا، بناخذ منه القيام والمحبه والخير والعطاء، ومتساوى الفقير والغني، او بتصير العالم هيك انه بهالشهر تحب بعضها اكثر، بتقربوا من الله اكثر. وان شاء الله هاي القيام بتضل، يعني احنا مو بس انه بشهر رمضان، احنا بنضل عم نعيشها، بنضل بتصير سلوك وثقافه. اكيد. شكرا لك، رمضان كريم. سيد سجيع زنبوط، أهلا وسهلا فيك، وحضرتك ضيف عند العائلة اليوم على الأفطار. عم نحكي عن الشهر الفضيل، عن جمعات العائلة الحلوة اللي هي يعني بتعكس كل أسرة سورية، بتعكس ثقافة كل أسرة سورية. صحيح. رمضان، رمضان المحبة، رمضان السلام، رمضان الوئام، رمضان خير شهر حيث تنزلت الملائكة في ليلة القدر، فهو إن شاء الله الرحمة لكل الناس، البركة لكل الناس، الإنسانية لوطننا الحبيب، السلام لكل الناس في أنحاء العالم. إن شاء الله كل الخير لهذا البلد، لكم جميعا، لكل الأسر السورية، وإن شاء الله كل الأمان والمحبة والوئام في سوريا الحبيبة. واضح أنه حضرتك أستاذ لغة عربية كمان، يعني أكدوا لي هذا الشيء. ولطالما يعني كان بأدبنا في يعني أدبيات خاصة للشهر الفضيل في الأدب عموما، يعني ممكن هيك نمر سريعا على هاي الفكرة. بنمر ونقول ما قاله الأخطل: صياما إلى أن يفطر السيف بالدم، وصمتا إلى أن يصدح الحق يا فمي، أفطر وأحرار الحمى في مجاعة، وعيد وأبطال الجهاد بمأتمي. بلادك قدمها على كل ملة، ومن أجلها افطر ومن أجلها صم. وهذا يعني ينطبق على ما نعيشه نحن اليوم، ما تعيشه سوريا الحبيبي، سوريا في قلوبنا في شراييننا، فلا حياة بدون أن يرتفع انتصار سوريا، ليس فقط على العالم العربي وعلى الأوغاد، بل على العالم بأجمعه، على كل من أرادوا الشر والسوء لسوريا ولأمتنا العربية. نعم، ورغم كل هذه التحديات نحن اليوم كسوريين نصر على الحياة، ونصر على تكريس عاداتنا وتقاليدنا، وعلى أن نعيش الطقوس الرمضانية، ونحن فعلا اليوم نعيش تحديات كبيرة. نعم، نحن نعيش تحديات كبيرة وأهل لهذه التحديات، وخير شاهد على ذلك حماة الديار الذين لا يعرفون السعادة والحياة إلا بالانتصار على ما أصاب سوريا. ولنسمع مما يحدث البارحة وقبل البارحة، وصد الهجمات للأوغاد في حلب، في الجنوب، في الشرق، في الحسكة، فكلها قامات السنديان، سوف تبقى سوريا قامة لأهل السنديان ولأشجار السنديان. إن شاء الله رمضان النصر. يا رمضان النصر، وإن شاء الله غدا النصر، وقبل أن نحتفل إن شاء الله بعيد رمضان، إن شاء الله نحتفل بعيد النصر لسوريا الحبيبة، لأم الكون. فسوريا هي الحياة، هي المحبة، هي الوئام، هي العطاء، هي كل الخير والبركة. شكراً، رمضان كريم. وبتصور أنه يعني أدن الأدان وحان وقت الأفطار، تفضلوا نفطر على مائدة العائلة الكريمة. فطور سعيد لكل الشرفاء في سوريا، وإن شاء الله رمضان كريم على كل الشرفاء في سوريا، وعلى حماة الديار، وعلى قامات السنديان الذين لا يعرفون إلا النصر إن شاء الله.
مبارك وافطار مقبول علينا وعليكم ان شاء الله. ان شاء الله ندعي بهالشهر الفضيل اللي عم المحبه والسلام على جميع الشعب العربي السوري، ومنقول لكل مغترب برات سوريا يرجع على بلده، لان سوريا سوريا الام، سوريا اللي بتلم. وان شاء الله كل عام وانتم بخير. وانت بخير. يعني قد ايه شهر رمضان هو محطه لامنيات للدعاء، فاليوم نحن بهي الأزمة اللي عم نعيشها، بهالمحنة اللي نحن عايشينها، قد ايه عم ندعي وقد ايه هيك عم ننتهل إلى الله تعالى، يعني بأدعية كتيرة. بجوز كنا ندعي على صعيد شخصي، على صعيد أسرة، اليوم عم ندعي على صعيد وطن. أكيد هذا الشهر شهر الخير، شهر العطاء، شهر البركة. نتمنى الخير يعم على كل أرجاء سوريا. نحن اليوم يعني بكل أسرة، اليوم نحن ببيت، هذا الشيء اللي شفناه هو بكل أسرة سورية، يعني بمعنى أنه هاي التقاليد هي تقاليد رمضان وتقاليد المجتمع السوري كمان. هاي يعني شيء أكيد، يعني شهر رمضان بلم الشمل، بلم الشمل، بلم الأهل، بتحسي يعني بالألفة، بالمحبة، ترابط الأخوي بين البعض. مثل هلأ لما كنا على هالمائدة قد هيك كان في جلسة حلوة، وبتحسي إنه بيقولوا بيت الضيق بسع ألف صديق، يعني قد ما كان بتحسي بركة رمضان بتحل. هاي أكيد يعني شيء يعني أيوة من فضاء الشهر. كل عام وانت بخير سيد ابو فارس، وان شاء الله رمضان كريم وبركه طاعتكم وطاعتك ان شاء الله يا رب، ويم السلام على سوريا وعلى ارجاء العالم بخير، لاني نحن بنحب الخير لنا وبنحب الخير لغيرنا كمان طبعا، لاني الشهر هذا شهر فضيل ومفضل وفيه الدعاء للناس وقلنا وللامه العربيه وللامه، يعني شيء شهر فضيل يعني مفضل لا يوصف، ما له وصف نهائيا. حضرتك من حلب أبو فارس، ومعروفة حلب، الله يفرج على حلب يا رب العالمين. قديه بتعيش طقوس هذا الشهر بشكل جميل وبشكل أشبه بمهرجان، يعني بينتظروه، يعني الكل طبعا احنا ننتظر هذا الشهر الفضيل لنعيش طقوسه وجمالياته، هيك تحكي لنا شوي عن جماليات رمضان بحلب. جماليات رمضان بحلب، رمضان بحلب كتير كويس عنا، نحن بنبرك مستناه من السنة للسنة وننتظره مشان بلم الأصدقاء والأهل مع بعضهم، وبلم جميع يعني الناس، بتلاقينا بيركين كلياتنا نحن على فرد سفرة، وبنبرك مستنى كمان السحور، بنسهر نحن من بعد الإفطار للسحور كمان من السحر، وبنروح حتى على الجوامع ودعاء الله تعالى والتراويح بعد صلاة التراويح طبعا، بنروح على صلاة التراويح نحن معروفين نحن. لذلك يعني حلب كانت ما تنام يعني بأيام رمضان، هي معروفة مدينة حلب التي لا تنام يعني بحياتها ومجموعة حيواتها كلها، أنه في دائما نبض جميل كتير يا ستي. لا ما بتنام حلب لحد الآن، لا تنام حلب لحد الآن، يعني لحد الآن وبهالظروف، وعم نتصل نحن بأهلنا ومنلاقيهم عم بيعيشوا يعني تفاصيل لو بصعوبة، لو مثل عم بيسرقوا جماليات الشهر لحتى يعيشوا. نعم لحد الآن، لحد الآن بهالوقت بهالظرف هذا الصعب، لحد الآن إني للناس لحتى الصباح لحتى السحور
وبتلاقيهم بالشوارع وبالأماكن يعني السهر كله موجود. نحن عنا بحلب لحد الآن ما فرقت علينا شيء رغم كل هالظروف هاي والتحديات هاي. إن شاء الله رمضان كريم والله يفرجها يا رب على حلب ونعيد إن شاء الله بحلب. أستاذ أهلا وسهلا فيك، كمان حضرتك ضيف عند العائلة، بنتعرف على حضرتك. أنا عرفت أنه حضرتك أستاذ محامي. نعم أنا محامي زكريا عبد الرحمن. طبعا نحن أصدقاء العائلة هم، ورمضان طبعا مثل ما كنا بنعرف يعني عاداتنا وتقاليدنا، رمضان هو بيلم الناس، بيجمع الناس على المحبة. ممكن الظروف اللي كنا نحن عايشينها شوي انشغلت الناس وبعدت شوي عن بعضها، ولكن الحمد لله رمضان باللاذقية وبسوريا بيلم البشر، بيلم الناس، بيجمعنا على الخير، بيجمعنا على المحبة. فنحن هاي عاداتنا، يعني هاي عاداتنا، هاي تقاليدنا، هاي الثقافة اللي احنا ربينا عليها. الحمد لله هاي رمضان قدامكم، كيف نحن عايشين، كيف نحن متآلفين مع بعض. طبعا هون صديقي وجاري أبو فارس من محافظة حلب، كلنا عايشين عائلة واحدة بخليط اجتماعي بهالمحافظة. رمضان قضينا نحن الحمد لله كلنا عن بعض، نتآلف، نعيش حياة واحدة، إيد واحدة. وأهم شيء هو دعائنا لبلدنا، كون رمضان هو رمضان الخير والمحبة والتبارك. ندعي يا رب ترجع بلدنا بلد الخير والمحبة والتآلف. حلقة اليوم مع زميلتنا سلمى عطية. سهرة هلا ولا سهرة حزيرة معدة حزيرة كل يوم بتحلب 20 كيلو انا كل يوم وحب حليب هاي لا أكلة رعبة وقفت حليبة أكلة عشبة بتقطع الحليب ولا لك أكلة أبداً ولا خلصني علات القلب لا أما أمشي ما لأنه ده بحبوة بزاني فوقف حليبة شباب شباب دنيا عم نطلق جاو. طب أنا هلأ بدي حذرك دورة حذر فز بس صعبة شويها ماشي. إذا كان سعيد على يمين سمير وجابر على يمين سعيد فمن يكون في الوسط؟ سعيد ليه شوي جابر كيف هي فهمتها؟ سائر يعني ما في حدا بالوسط أكيد لأنه هدوك اثنين وهدوك اثنين بين اثنين ما في حدا بالوسط أول مرة بسمعها بحياتي عبر معلاج أنت سمعانا بلا حياتي ما سمعتها ويك سيني سمير جابر سمير كيف عدلي على بزني؟ واحد منهم سمير ما فهمت السؤال صار يعني شو سمير وسعيد
ثمانية. أنا ما حدا منه ما حدا جابر إذا كان سعيد على يمين جابر على يمين من يكون في الوسط سعيد 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 وما أعرف ناس من بيوت من المكان فيه العالم عم بتعيش حياة الشهر رمضان كريم